nasty or nice. تهم التحرش الجنسي لمدرسة مع طالب مراهق. وقفت المدرسة المتهمة بالتورط بفعل جنسي مع طالب وعمره 17 عاما في محكمة سينسيتي أوهايو بعد توجيه تهم التحرش الجنسي لها. لابد أن هانا هيكن وقعت في غرام طالبها الفحل من أول نظرة، وقد اعترف الاثنان بفعل الجنس في الصف والمنتزه وطبعا في السيارة، حيث أثارت السيارة شكوك أحدهم فاتصل بالشرطة، وقد عثرت الشرطة على واقيين ذكريين في السيارة بالإضافة إلى أن حزام الفتى كان مفكوكاً. لحقت هيجن بزميلتها من جريت أوكس واللواتي يواجهن أيضاً تهم التحرش الجنسي بطلابهم. بالإضافة إلى تهم التحرش، فرض عليها القاضي أن تتعهد بعدم الاقتراب من الطالب وغرمها بمبلغ 2000 دولار. ولا ننسى أنها أيضا طردت من المدرسة ليلة القبض عليها. والغريب يا سادة، أين الذكور في أمريكا ولماذا الأنيسات يعبثن أو يلعبن مع الطلاب؟